ممتاز أيضا يحمل هذه القوة. 5 دقائق 46 ثانية وست أجزاء من الثانية. مشكور يا الخياري، مشكور على هذا الأداء الجميل. المركز الثاني وأيضا وجود المركز الثاني ما قصرت غصايب حمد بسعيد السالمين المنصوري، وهنا أيضا أداها المميز. 5 دقائق 48 ثانية وجزء واحد من الثانية، والمركز الثالث تواجدت فيه التحديات وجاءت أيضا انطلاقة عزام محمد بن أحمد بن هويمل العامري. مشكور يا بن هويمل، أداء رائع وانطلاقة ما شاء الله. 5:51 وثانية وجزء واحدا من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. كما ذكرنا دائما الأفراح بدأت، الرموز انطلقت، هنا كان أول الرموز، وفي المرحلة التالية وهذا الشوط يأتي ثاني الرموز يحمل الجعدان. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحيدان الموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج وقناة ياس الفضائية ضمن فعاليات هذا المهرجان، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي. تابعنا شوط الكاس، انجاز الى دولة قطر الى هالي الشحانية بيد مالك محمد بن راشد الخيارين الهاجري. سلام يا الخيارين على هذا الاداء والانجاز الذي حصلت عليه، انجاز هنا الكاس إلى الدوحة. وهنا بندقية، أيضا بندقية للحجايج الجعادين، بالإضافة إلى البندقية هناك 1,000,000 درهم ينتظر أحد ملاك هذيل الجعادين اللي في هذا الشوط. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط لنستطلع نحن وأنتم اللي على المقدمة. مبلش للسيد عتيج بن مطر القبيسي على المقدمة، المركز الثاني. الفائز على المركز الثاني للسيد هادي بن حمد بن عفصان المنصوري، وفي المركز الثالث نايف للشيخ أحمد بن عبد الله بن ركاض العامري، وفي المركز الرابع نشوف اللي على المركز الرابع عرب للسيد زيد بن محمد بن محمد بن سالمين المنصوري، وفي المركز الخامس نشوف يا سلام الفيصل غادم لكن ينخطف من الجانب الثاني. زومان غادم بقوة للسيد سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري صاحب الرمز في جائزة زايد الكبرى والتوقيت الأفضل في شوط الانتاج، وايضا الفيصل وصيف، واليوم يتلاقن هنا على ارضية ميدان المرموم في هذا المهرجان، مهرجان ولي عهد دبي. مرحبا بالجميع، مرحبا باللي قادمين من الدولة خارج الدولة، مرحبا بهم في دولة الامارات العربية المتحدة في دانة الدنيا دبي في مهرجان ولي العهد دبي. مرحبا بالجميع. نرجع الى مبلش، مبلش العتيج بن مطر القبيسي بقيادة مختار بن أحمد، دائما يختار المراكز الأولية. نرجع إلى المركز الثاني، زومان على المركز الثاني لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري، وفي المركز الثالث الفيصل للسيد محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي، وفي المركز الخامس مبشر للسيد مطر بن مبارك بن محمد بن مرخان الاجتبي على المركز الرابع. وبشروني عنك ما يدرون عنا يا بن مرخان الذي شغلت هذا الميدان مع مبشر على المركز الرابع باحث عن البندقية. المركز الخامس والم الخليل بن راشد بن مفتاح الشامسي ايضا صاحب الرمز المفتوح على ارضية ميدان الوذبة بعاصمة الميادين في جائزة زايد الكبرى في البيت المتوحد. نعم في البيت المتوحد الصعوبة. نرجع إلى المقدمة، زومان لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري باحث عن الرمز الثاني في هذا الموسم، يبي يسجل رصيده. لكن مبشر مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاجتبي مبشر ياكم مبشر بالخير مبشر بالناموس، لكن زومان
زومان، زومان من الجانب الثاني، زومان زومان، سلام يا اهل العين سلام، يا لا حلول لا حلول مع زومان، لا حلول الا المركز الاول، يا سلام خذ في الانتاج وخذ في المفتوح في هذا المساء، وانا مع خليل بن مفتاح حرك على كن على المركز الثاني، طارت الطيور البندقية تطير وتحلق من ميدان المرموم إلى هالي الروضة في مدينة العين، ها هو زمان لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري، سلام سلام يا سعيد يا بن محمد يا بن سالمين يا المنصوري، انتزاع زمان بندقيتي هذا الشوط، تهانينا والناموس. المركز الثاني والم خليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، المركز الثالث قاصد محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبيوة، في المركز الرابع، المركز الرابع مبشر للسيد مطر بن مبارك بن سعيد بن مرخان الاجتبي، المركز الخامس، المركز الخامس الفيصل محمد بن عبد الله بن سبعين المحرمي. ياهو شوط استمتعنا نحن والمشاهدين والمتابعين وايضا جماهير هذه الرياضه، هذا هو زمان يخطف البندقيه في زمن وغدره، 5 دقائق 45 سبع اجزاء من الثانيه، متعود على حطم التيم وحطم التيم في هذا المساء وعلى ارضيه ميدان المرموم الميدان الذكي. تهانينا لسعيد بن محمد بن سالمين المنصوري والى انجاله الكرام حمد وهزاع على هذا الفوز، ومنصور وبن عيلان ايضا تهانينا على هذا الناموس والاداء المتميز، سلام يا اهل الروضه سلام. المركز الثاني والم، والم كان والم وحصل على المركز الثاني في زمن وغدره، 5 دقائق 48 ثانية 2 جزء من الثانية، تهانينا لخليل بن راشد بن مفتاح الشامسي، وسلام يا اهل زاخر سلام. والذي وصل في المركز الثالث قاصد بشعار الصعب محمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، ماي بن آل طالي طول مسافة 4 كيلومتر يفاجئنا ويخطف المركز الثالث في زمن وغدره، 5:51 جزئين من الثانية، تهانينا لمحمد بن سلطان بن مرخان الاجتبي، تهانينا للجميع في هذا المهرجان المتميز، مهرجان سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهدي دبي، مرحبا.